عاجل من وزارة التموين المصرية استكمالا للإجراءات الاستثنائية والظروف الحالية، إضافة مواليد على بطاقات التموين ليس مقيد بسن معين. أهلا بكم في فيديو جديد وخبر جديد. الخبر النهاردة بصراحة حلو جدا ومفرح جدا. اعرفي التفاصيل، لو ما كنتيش اشتركتي في القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان كل ما يكون في معلومة مهمة زي دي توصلك. هنقول دلوقتي التفاصيل وهنعرف ازاي التفاصيل وازاي تسجلي وازاي ان شاء الله الطفل بيتضاف، وان شاء الله يستمر البحث دائما من المواطنين عن إضافة المواليد الجدد مع بداية كل شهر. وأتاحت وزارة التموين خدمة إضافية مواليد جديدة لهذا الشهر على بطاقات التموين من خلال الدخول لموقع دعم مصر اللي هو دعم مصر التمويني. طبعا كلنا عندنا طفل واتنين ما اضفناهمش على بطاقة التموين، الموضوع واقف بقاله شهور وبقاله سنين. يعني احنا بقالنا حوالي، انا نفسي عندي طفل، عندي ولد خلاص ما بقاش طفل، لما كان طفل كان سنتين وتلاتة قالوا ان هو ده مش المفروض ان هو يتضاف، دلوقتي لازم في سن معين الطفل بيتضاف ليه. دلوقتي ما شاء الله بقى راجل، ولسه ابني ما اتضافش لحد دلوقتي، البطاقة فيها بنتي بس وما فيهاش ابني. كلنا عندنا الحالات دي، انت كمان عندك ابنك ما ضفتهوش، عندك بنتك ما ضفتهوش، عندك انت وجوزك بس في البطاقة، انت وجوزك وطفل كمان. كل سنة كنا بنسأل، قدمنا ورق كتير ما كانش في اي استجابة في الفترة اللي فاتت. دلوقتي الحمد لله فتحوا ان انت تضيفي طفل على البطاقة، الاطفال على البطاقة، وهقول لك دلوقتي تضيفيهم قد ايه ازاي وقد ايه وكم طفل ممكن يتضافوا وسن كام والكلام ده كله. موقع بوابة مصر الرقمية لإضافة مواليد جديد على بطاقة التموين 2022. يمكن لأصحاب البطاقات التموين إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين من خلال الدخول لموقع دعم مصر واتباع الخطوات. أول حاجة، شروط إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين، يعني مش ليها شروط طبعا، يعني هناك عدة شروط لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2022 خلال رابط موقع دعم مصر وفقا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي كالآتي: رقم 1، أن يكون الحد الأقصى 4 أفراد للبطاقة وهما زوج وزوجة واتنين من الأبناء. يعني لازم يكون ما يكونش فيه في البطاقة، طبعا البطاقة دلوقتي ما عادش ينفع يبقى فيها، الجديد كله مش هيبقى فيه أزيد من 4 أفراد. يعني أنت لو زوج وزوجة ومعاكي بنتك أو ابنك زي ما أنا بقول عن نفسي كده، هتضيفي كمان طفل من الأطفال. طيب لو أنتوا أصلا بالفعل 4 أفراد على البطاقة، يبقى خلاص كده ملكيش إضافة مواليد جديدة، يبقى البطاقة نهايتها هتبقى فيها 4 أفراد بس حد أقصى. البطاقة التموينية المسجل بها 3 أفراد فقط يمكنهم إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية. كده كده بما ان انت عندك بطاقه تموين يبقى من الاسر الاولى بالرعايه، عشان هم المفروض طلعوا الناس اللي هي المفروض ما تستحقش ان يكون لها بطاقه تموين، فكده بديهي طالما انت معاكي بطاقه تموين يبقى خلاص تمام كده، انت ليكي ان انت تضيفي ابنك او بنتك. طيب ايه الخطوات؟ خطوات اضافه مواليد جدد على بطاقه التموين لشهر نوفمبر 2022: رقم 1، تسجيل الدخول الى رابط موقع دعم مصر. هتفتحي الكمبيوتر او التليفون اللي عندك وهتعملي، هتدخلي على جوجل وتعملي موقع ده وتدخلي على موقع دعم مصر. كل الناس اللي عملت قبل كده سجلت رقم التليفون عفوا، اللي سجلت رقم التليفون قبل كده ده خلاص مفيش عنده مشكله، مش هيعمل تسجيل على الموقع. كده كده انت كنت مسجله على الموقع، بمجرد ما تفتحي هيفتح لك بالتسجيل القديم. طيب لو انت ما سجلتيش رقم التليفون قبل كده عادي مفيش مشكله، ممكن تعملي تسجيل بالايميل بتاعك باي ايميل موجود عندك ورقم تليفون هيسجل لك. تمام. رقم 2، الضغط على سجل حساب جديد. هتضغطي هتلاقي ورق أيقونة مكتوب عليها حساب جديد. رقم 2، هتكتبي بطاقة الرقم القومي صاحب البطاقة. يعني ايه صاحب البطاقة؟ يعني انتوا زوج وزوجة اللي فيكوا البطاقة باسمه هو اللي هيتكتب اسمه، لو هو باسم زوجك هيتكتب باسم زوجك، لو انتي يبقى باسمك انتي، مش اللي هو حد فينا لأ. كتابة اسم الوالدة الاسم الأول، اسم والدة اللي عامل اللي باسمه البطاقة مش اسمه الوالدة اللي هو أم الأطفال. الضغط على خدمات التموين، هتلاقي خدمة تحت مكتوبة خدمة التموين، خدمات التموين أيقونة مكتوب عليها خدمات التموين. 6، اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا ثم بدء الخدمة إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين. بعد كده هتختاري إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين. بعد كده كتابة اسم الابن والابنة المراد إضافته. المفروض يعني مثلا لو أنت عندك ولد وبنت، الولد البنت متضافة والولد اللي يعني هتجيبي الطفل اللي بعدها على طول، ما تجيبيش الطفل الأخير. يعني لو هما أنت لسه عندك 3 ما تضافوش هتجيبي الأكبر منهم. كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعي، هتحطي اسمه رباعي.
ادخال الرقم القومي الخاص بالابن او الابنه حتى يتم اضافه مواليد جدد لبطاقه التموين. طبعا لو ابنك اللي انت هتضيفيه ده مطلع بطاقه رقم قومي، هتحطي الرقم بطاقه الرقم القومي بتاعته. ده لو كان طلع بطاقه، يعني لو كان جيل سن البطاقه وطلع بطاقه. كتابه صله القرابه ابن او ابنه، ثم اختيار الصفه ضم ابناء. طبعا لو ولد هتكتبي ابن، لو بنت هتكتبي ابنه، هتختاري ابنه. طب دي كلها ايقونات موجوده في الموقع. بعد كده هتختاري الصفه ضم ابناء، هيكتب لك تحت كده الصفه، هتضغطي على ايقونه هتديكي كذا حاجه، اختاري منها ضم ابناء. اخر خطوه وهي الضغط على خيار اضافه. اخر حاجه بقى خالص هتضغطي على اختيار اضافه، هتستني شويه، بعدها بشويه هو هيبعت لك بقى اذا كان الطلب مقبول ولا بالنسبه له مش مقبول. كمان بقى بما ان احنا بنتكلم عن التموين هنا، طبعا انت هتروحي تجيبي التموين، وانت رايحه تجيبي التموين اوعي وما تكتبيش ده فورا. انا عملته في فيديو قبل كده عن اسعار السلع التموينيه، طبعا كل الناس هتبدا تغني عليكي والحاجه غليت والدولار غلي والكلام ده كله. لا، اكتبي دول في ورقه وخدي الورقه معاكي، وما تخليهوش يحاسبك على جنيه زياده. ولو ده حصل اتصلي ب 19 283 238 19 238 وبلغي عنه. سعر كيلو السكر ب 10 جنيه ونص، الكيلو الرز ب 10 ونص، سعر زجاجة الزيت 25 جنيه، وكيس المكرونة 500 جرام ب 10 ونص، وسعر نص كيلو الفول ب 7 ونص، كيلو الدقيق ب 11 جنيه، والشاي ب 3 ونص، والصلصة ب 6 جنيه، وعلبة التونة ب 12، وعلبة المربى ب 12، الملح جنيه، والحلاوة الطحينية ومرقة الدجاج هم أضافوهم الشهر ده. حلاوة الطحينية ب 2 جنيه اللي هو الصباع ده، واللبن الجاف ب 20 جنيه اللي هو النيدو. اي حد يزود عليك عن الاسعار دي المفروض ان انت بتتصلي برقم حماية المستهلك، بيسحبوا منه الرخصة وبيقفلوا له المحل. اهم حاجة في الموضوع بصراحة واهم حاجة في الفيديو النهاردة هو اضافة المواليد. دي حاجة احنا كلنا كنا مستنيينها. الحق سجلي دلوقتي عشان بيبقى في فترات كده بعد شوية بيقول لك الموقع قفل او ما بقاش شغال او ما بقاش فيه اضافة او الخدمة اتلغت. اتمنى يكون الفيديو النهارده كان مفيد بالنسبه لك واستفدتي ولو بمعلومه واحده. اشوفكم في فيديو جديد، في امان الله.